تمكنت بريطانيا عام 1973 وفي ثالث محاولة لها من دخول السوق الأوروبية المشتركة التي أصبحت اليوم الاتحاد الأوروبي. ففي المرتين السابقتين استخدم الجنرال دوغول حق النقد، إذ كان قلقاً بشأن علاقات بريطانيا المتينة مع الولايات المتحدة ودول الكومنولث. وفرت أوروبا قبل كل شيء سوقاً جديدة لبريطانيا التي كان اقتصادها متدهوراً آنذاك. بعد الانضمام أظهرت بريطانيا تحفظها عن نقل جزء من سيادتها وانخراطها في هيكلية سياسية أوروبية. ومن بين تجاوزات بريطانيا للسياسات الأوروبية التي أثارت انزعاج شركائها، نذكر نجاح حملة رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر عام 1984 وحصولها على تخفيض في مساهمات بريطانيا في الميزانية الأوروبية بحجة أن بريطانيا لا تستفيد كثيراً من السياسة الزراعية المشتركة. وتأخرت بريطانيا في انضمامها المؤقت إلى النظام النقدي الأوروبي الذي من شأنه تحقيق استقرار أسعار الصرف. بالإضافة إلى ذلك، رفضت بريطانيا الانضمام إلى فضاء شنغن ومنطقة اليورو. ومؤخراً رفضت لندن توقيع اتفاقية تلزم الحكومات بتقليص عجزها. وقام رئيس الحكومة البريطانية السابق ديفيد كاميرون باختبار صبر نظرائه الأوروبيين مجدداً، فلقد أعاد فتح المفاوضات حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في فبراير 2016. لكن جميع جهوده لضمان الوضع الخاص لبريطانيا ذهبت سدى في يونيو 2016 عندما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء شعبي.